اوكي، الشابتر الثاني اللي راح نناقشه يا نشامه اللي هو بعد الانترودكشن اللي هو تشابتر 1 اللي هو تشابتر 2 اللي هو بيحكي عن الروتس اوف ايكويشنز. وبالتالي خلال التشابتر هذا راح نغطي مجموعه من المين توبكس. اول شيء راح نغطي اول كاتيجوري من الميثودز اللي هي البراكتنج ميثودز. اوكي نشامه، البراكتنج ميثودز هون راح نغطيها في البدايه. اوكي، وناخذ نوعين رئيسيات من البراكتنج ميثودز اللي هي الفولس بوزيشن ميثود، وناخذ اللي هي البايسكشن ميثود. بعدين راح ننتقل للاوبن ميثودز. اوكي، وراح نناقش في الاوبن ميثودز ثلاث طرق رئيسيه. الطريقه الاولى اللي هي الفيكس بوينت iteration method، والطريقة الثانية اللي هي نيوتن رابسون method، والطريقة الثالثة اللي هي السيكند method. هذا بخصوص السيستم، وإذا كان عندي single function of single variable بدنا نوجد الروتس لسنجل function of single variable. وإذا بنحكي عن solution of system of nonlinear equations راح نغطي طريقتين، واحدة بشكل مبدئي جدا وهامشي جدا اللي هي fixed point، والثانية اللي هي mainly أكثر طريقة استخداما اللي هي نيوتن رابسون ميثود. خلينا نشوف يا نشامة في البداية، نشوف الانترودكشن ونشوف شو المقصود في الروت فايندينج بروبلمز. بالتالي يوم يكون في عندي أي مشكلة بتختص في الروت فايندينج، احنا بنكون مهتمين إن نوجد الروت، والروت هي عبارة عن الـ value of x of certain nonlinear function، بحيث أنه هذا nonlinear function يكون مكتوب بالصيغة هاي اللي هي f of x is equal to 0. بالتالي هذا أول مطلب عندنا، أول prerequisite أو أول إشي بنشتغله، أنه شو ما كانت عندي الـ equation، أوكي نشامة، لازم اعيد كتابتها من الجيفن فورمات اللي بتكون فيه لمين؟ للفورم هذا اللي هو f of x is equal to 0. يعني على سبيل المثال يا نشامة، لو كان عندي مثلا x to the power 5 minus sine of x is equal to 10x to the power 2 على سبيل المثال، هاي اي random function، plus مثلا على سبيل المثال e to the power x، هاي عبارة عن non-linear equation. هسه هاي النون لينير ايكويشن يا هشام ما بقدر احلها باي من طرق اللي بين ايدينا الا غير يوم احولها اعملها ترانسفورميشن انتو ذيس فورمات f of x is equal to 0. شو يعني f of x is equal to 0؟ يعني لازم كل التيرمز تبعاتي احطهن على الليفت هاند سايد، ويكون عندي دائما الرايت هاند سايد يساوي قديش؟ 0. وبالتالي حتى احول الايكويشن هاي للفورم تبعنا اللي هي f of x is equal to 0، بصير عندي الفورم النهائي x to the power 5 minus sine of x minus 10x to the power 2 minus e to the power x. معناته انا نقلت ايش؟ نقلت التو تيرمز هذول وين؟ على الليفت هاند سايد. ظل شيء على اليمين؟ على الرايت هاند سايد؟ لا. معناته هل صار عندي الرايت هاند سايد زيرو؟ صار عندي زيرو، معناته هذا التيرم كلياته بسميه f of x، ولاحظوا بيحتوي على unknown اللي هو x، هذا الفاريبل اللي انا مش عارف قديش قيمته اللي هو x. وبالتالي بيكون المطلوب منا انه for this function اللي هي f of x is equal to 0، we are interested in finding the x that satisfy this equation. اليوم اعوضها في الايكويشن هاي
تكون قيمة الفانكشن يساوي زيرو. وضحت يا نشامة شو المقصود بالروت فايندينج؟ بالتالي أول خطوة في الروت فايندينج إنه نحول any given format لل non-linear equation من الجيفن إذا كان زي الحالة هاي زي الحالة هاي يا نشامة، إذا كان في عندي مش كل الترمز موجودات على اليسار إني أحولها لأعمل شيفتنج لكل الترمز على اليسار ويصير عندي أول فورم اللي هو أول مطلوب إني أحولها أكتبها أعيد كتابتها f of x is equal to zero. بعدين الخطوة الثانية بدنا عبارة عن من خلال الالجوريثمز اللي بين ايدينا نوجد الفاليو تبعت x، بحيث انه هاي الفاليو تبعت x لو جيت عوضتها في الفانكشن لازم قيمة الفانكشن يكون قديش؟ زيرو. إذا الاكس هاي يوم عوضها بالفانكشن طلعت زيرو معناته هذا الاكس بسميه هو عبارة عن ايش؟ روت اوف فانكشن، والفانكشن اللي بين ايدينا اللي هو f of x. وضحت يا نشامة؟ بالتالي هاي ضروري نكون عارفينها. شباب الشاشة واضحة عندكم؟ كل شيء الأمور تمام؟ صوت والشاشة كل واضح دكتور؟ كله واضح. كله اوكي نشامة. بالتالي اول مطلب انه لازم نعيد كتابة الجيفن نون لينير فانكشن اوكي بالفورم هذا، انه نحول كل التيرمز على الليفت هاند سايد ودائما يكون عند الرايت هاند سايد از ايكوال تو زيرو. وبالتالي اذا وجدنا الفاليو تبعت اكس اللي بتخلي لي الفانكشن قيمته صفر معناته هذا هو عباره عن الروت، او في بعض الاحيان بنسميه الزيرو، وهذا بعلم الكنترول سيستم بنسميها مثلا الزيروز، بس عاده بعلم النيوميريكال بنسميها اللي هي الروت. طيب هسه يا نشامة في عندنا مجموعه من الاسامبشنز اوكي للروتس تبعات الفانكشنز اللي راح نشتغل عليها. اول اسامبشن يوم بدي احل الايكويشن هاي انه بنحكي عن الروتس انه ضمن الكونتكست اللي بين ايدينا او الماده اللي بين ايدينا بحكي عن الروتس انه بنفترض انه الروتس they are real real roots. الكومبلكس روتس مش راح نغطيها ضمن الشابتر الحالي اوكي، في لها الجوريثمز ادفانسد مش راح نناقشها ولا راح نغطيها. احنا هون بنفترض انه الروتس they are real، الكومبلكس ما ندخل فيه مش راح نغطيه. والشغلة الثانية احنا يا نشامة ممكن يوم اجي ارسم الفانكشن هذا يطلع عندي مور ذان 1 روت. احنا مهتمين انه ما نوجد كل الروتس، مهتمين انه نوجد 1 روت، والروت هذا شو قلنا شو حكينا عنه قبل شوي انه ريال. وبالتالي الاسامبشن الثاني انه وي ار انترستد ان فايندينج اونلي 1 روت، والروت هذا افترضناه قبل شوي انه ريال، وبالتالي احنا بنحكي عن اونلي 1 ريال روت. انه نحسب كل الروتس للفانكشن اللي بين ايدينا اللي هو f of x is equal to zero مش راح نغطي. بالتالي شو صفى عندي؟ صفى عندي انه احنا بدنا نوجد 1 روت، وهذا الروت مفترضينه انه عباره عن ايش؟ ريال. يعني هذا هو ملخص الاسامبشنز اللي عندي، بحكي عن اونلي 1 ريال روت بدنا نوجده، ما بدنا نوجد الكومبلكس روت ولا نوجد كل الروتس. بالتالي احنا هذا فرضيات بنشتغل فيها عشانه لو بدنا نغطي الحالات هذه الكومبلكس او اول روتس راح يكون في عندي كومبلكسيتي اكثر، وهذا بتطلب انه ندخل في الموضوع تو جو ديبلي، واحنا بس بدنا عباره عن ناخذ اللي هي يعني معلومات اوليه مش ادفانسد ليفل اوكي، البيسكس تبعات الروت فايندينج الجوريثمز. طيب ان شاء الله هسه لو كان في عندي فانكشن وكتبناه بالفورمات هذا f of x is equal to zero، بالتالي اسهل طريقه لايجاد الروتس اللي بتعطيني رف ابروكسيميشن. شو يعني رف ابروكسيميشن؟ يعني معلومات اوليه عن موقع الروت، انه نيجي ايش؟ نعمل بلوت للفانكشن using any plotting عباره عن تكنيك، وبعدين نتفرج على الفانكشن تبعنا الجراف تبعتنا ونشوف نقطه تقاطع مين الفانكشن هذا مع مين؟ مع الاكس اكسس. بالتالي فعليا يا نشامه الروت هو عباره عن ايش؟
هو عبارة عن نقطة تقاطع الروت يا شباب، هو عبارة عن نقطة تقاطع مين؟ الفانكشن مع الاكس اكسس. اوكي، بالتالي فرضا مثلا كان عندي الفانكشن هذا، هذا هو الفانكشن اللي عندي، بالتالي وين الروت؟ الروت هذا هو اللي هي نقطة التقاطع بين هاي عبارة عن ال f of x وهون عبارة عن ال x. بالتالي إذا رسمت الفانكشن اللي عندي اللي هو هذا، نقطة التقاطع الفانكشن هذا مع ال x axis اللي هي النقطة هاي، هاي هي عبارة عن الروت تبعات الفانكشن. وبالتالي أسهل طريقة إنه نيجي نرسم الفانكشن ونشوف نقطة تقاطعه، نتفرج عليه visual inspection. نقطة التقاطع مع ال x axis أو ال x axis crossing هن عبارة عن تعطيني إيش؟ تعطيني معلومات أولية عن ال value of x اللي بكون عندها الفانكشن عبارة عن إيش؟ زيرو. بس هاي الطريقة إلى حسن إنها سمبل، بس هل بقدر أعتمد عليها في الأكيوريسي؟ لا، it has a very poor accuracy عشان بتعطيك rough very rough approximation of the root، وبالتالي هاي تعطيك معلومات أولية إنه وين مواقع الروت، بس ما بنقدر نعتمد عليها اللي هي كأرقام كنيوميريكال values. طيب معناته هاي الطريقة ممكن استخدمها كمؤشرات أولية، ولكن ما بقدر استخدمها أعتمد عليها كنيوميريكال values. معناته شو صفى عندي من الطرق؟ في عندي two categories للميثودز اللي بتحل الروت فايندينج problems اللي هي f of x is equal to zero. اوكي نشامة. وبالتالي اول كاتيجوري من الميثودز اللي هي بنسميها البراكتنج ميثودز. اوكي، وهاي البراكتنج ميثودز يا نشامة بتبلش بتو انيشال جيسز. بتبلش بايش؟ مش بانيشال جيس اولي، بتبلش بتو انيشال جيسز. هسه يا نشامة اي ايتريتيف ميثود، اي ايتريتيف ميثود، اوكي نشامة، اي ايتريتيف ميثود، وهذا الحكي كان اذا تبعتوه كان موجود معكم بشابتر 1، وهذا الاصل انكم تغطوه بشكل تمام. اي ايتريتيف ميثود يا نشامه بتبلش بشيء اسمه الانيشال جس اللي هي الحل المتوقع للروت. بعدين هاي الايتريتيف ميثود بتروح في المين الجوريثم تبع مين؟ تبع الايتريتيف ميثود اللي هو المين بادي، المين بادي اوف ذا الجوريثم. وبعدين يا نشامه كل مره خلال كل ايتريشن بيطلع لي الاكس. اوكي نشامه، بعدين بنشوف الاكس هاي هل هي عباره عن حققنا شيء اسمه الكونفيرجنس اللي هو الوصول للحل. إذا عملنا الكونفيرجنس معناته بنطلع من اللوب، اكزيت معناته برنت سوليوشن، ناخذ الاكس. بس إذا ما عملنا كونفيرجنس، اوكي نشامة، معناته بدي أمر بمرحلة جديدة اللي هي بزيد الايتريشن i is equal to i plus 1. أنا ببلش هون ب i is equal to 0 أول ايتريشن أو الزيروث ايتريشن، ببلش ب بالانيشال جس. انيشال جس معناتها ايتريشن از ايكوال تو زيرو، وبعدين بمشي بالمين بادي اوف ذا الجوريثم وبيطلع معي اللي هي الاكس بالايتريشن المعينه. هل الاكس اي هي الحل اللي بدي اياه ضمن الكونفيرجنس كونديشنز اللي بدنا نشوفهن ولا لا؟ اذا حققت الكونفيرجنس كونديشنز معناته بنقول اكزيت وخلص اطبع برنت. إذا ما حققنا الـ convergence conditions معناته أنا بدي أزيد الـ iterations، بقول i is equal to i plus 1، يعني عيد وزيد. وبعدين برجع للـ main body تبع الـ algorithm وبكمل، بظني أعيد مرارا وتكرارا. وبالتالي بكل iteration، الـ iteration ببلش أول شيء بـ iteration is equal to 0، بعدين 1، بعدين 2، وبظني ماشي لحد ممكن عبارة عن ل 100 ولا ل 1000. أوكي،
هاي بحددها 100 ولا 1000 ولا اي رقم 100 اللي بحددها الكونفيرجنس كونديشنز. اوكي نشامة، الكونفيرجنس كونديشن. وبالتالي بالحاله هاي نشامة احنا هون بيكون في عندي في البراكتنج ميثودز مش سنجل انيشال جس، يعني مش انيشال جس واحد، يكون عندي اثنين من الانيشال جسز، تو انيشال جسز، وهذول الانيشال جسز they bracket the root. شو يعني bracket؟ يعني they contain the root. كيف contain the root؟ يعني نشامة إذا بحكي عن bracketing of the root هاي ال x وهاي ال f of x، مجرد ما قلت bracketing the root اوكي نشامة، يعني لازم يكون واحد من الانيشال جيسز، لو قلنا هاي عبارة عن x lower، اسرع نشوف هذا الحكي بالتفصيل لقدام، هاي اول واحد من التو انيشال جيسز x lower، هسا x lower يا نشامة هل هو قيمة الفانكشن عنده بوزيتيف ولا لا؟ شو رايك يا نشامة؟ بس دكتور، هل قيمة الفانكشن عند x lower is greater than zero؟ يس اوكي طيب، لازم حتى نعمل براكتنج، معناته شو معناته البراكتنج بالعربي؟ لازم يكون محاصرة. كيف المحاصرة؟ يعني لازم يكون في عندي الانيشال جس الثاني اللي راح نسميه x upper لازم يكون له ساين مختلفة، وبالتالي لو كانت عندي هون الفانكشن معناته وين راح يكون يا نشامة قيمة الاف عندها؟ قيمة الاف عندها راح تكون هون، هاي اف اوف اكس ابر، هل قيمة الاف اوف اكس ابر هون عبارة عن نيجاتيف؟ وهل هاي عبارة عن بوزيتيف؟ معناته هل الروت هو عبارة عن موجود بالانترفال هاي بين الـ XL والـ XU؟ موجود. هذا هو المقصود في عملية البراكتنج، وعشان هيك سموهن البراكتنج ميثودز، يعني لابد ما دائما تحاصر الروت. وين الروت يا نشامة؟ هي لابد ما دائما تحاصر الروت اوكي نشامة، بحيث انه بالانيشال جيسز وباي سبسيكوينت ايتريشن يكون الروت از كونتين بتوين ا بوزيتيف فاليو اوف اكس اند ا نيجاتيف فاليو اوف اكس. واضح مفهوم البراكتنج يا نشامة؟ البراكتنج بالتالي بناء عليه بتطلب هاو ماني انيشال جيسز، بتطلب تو انيشال جيسز. لو كان عندي one initial guess هل بقدر اعمل له bracketing؟ لا، عشان الone initial guess ممكن يكون positive او negative، وبالتالي بكون على one side من الروت، يا اما left side او right side، وبالتالي ما بقدر احقق bracketing عن طريق single initial guess. وبالتالي bracketing methods يا نشامة كلياتها بتحتاج لقديش؟ تحتاج لتو انيشال جيسز، واحد لور واحد ابر. والمهم الشرط اللي عندي اوكي نشامة ان يوم اجي اضرب الساين او الفانكشن عند الاكس لور في قيمه الفانكشن عند الاكس ابر ات اني ايتريشن انكلودينج الانيشال جيس، شو لازم يكون يا نشامة؟ أقل من صفر ولا أكبر من صفر ولا يساوي صفر؟ أقل من صفر. أيوة، من صفر. مش قلنا لازم واحدة تكون بوزيتيف وواحدة تكون نيجاتيف؟ إذا كانت واحدة لو فرضا هاي بوزيتيف وهاي نيجاتيف معناته شو لازم تطلع الساين؟ نيجاتيف. طب لو عكسناها، لو كانت هاي نيجاتيف وهاي بوزيتيف برضه راح يطلع إيش؟ أقل من صفر. برضه نيجاتيف، بس لو كان الثنتين بوزيتيف
شو راح يطلع؟ بوزيتيف. راح يطلع بوزيتيف، معناته هل الروت انا محاصره؟ لا. لا. ولو طلع من الثنتين نيجاتيف برضو حاصل ضرب، شو راح يطلع؟ بوزيتيف. بوزيتيف معناته انا هل اجين assuming one root is contained، one root is contained، هل انا بحاصره في حال السيميلر ساينز؟ لا. وبالتالي هاي ما بتحاصر الروت، هاي اول واحده بتحاصر. طيب الحاله الثالثه لو طلع عندي زيرو، شو هي نشامه هاي؟ واحده بتكون روت. ايوه معناته واحده منهن انا واقف بعقر دار الروت، صح؟ يعني هون بيكون واحده منهن، وين انا واقف؟ على واحدة من الفاليوز هاي بتكون، مش هون قيمة الاف يساوي صفر؟ اوكي نشامة، اذا طلع صفر معناته واحدة يا الاكس ال يا اف اوف اكس ال او اف اوف اكس يو قيمتها صفر، وبالتالي هل في داعي اكمل ولا انا واقف بوحدة منهن عند قيمة الروت؟ لا ما في داعي اكمل. ما في داعي اكمل، بكون هاي حالة رضا الوالدين يا نشامة. وبالتالي وضح يا نشامة شو مقصود في البراكتنج؟ دكتور بس في سؤال. تفضل. إيه لو كان الانيشال جيسز اثنين بوزيتيف مثلا، وكانت الفانكشن كان سينوسويدال زي الساين، رسمة الساين. طيب. وماخذهم اثنتين بوزيتيف بس كان في بيناتهم يعني كان وصل النيجاتيف ورد وصل الموجب البوزيتيف. ركز معي، ركز معي، أنا حكيت شرط قبل شوية. assuming إنه one root. إذا كان عندك one root only one root is bracketed okay، ساعتها 100% إذا كان عندي negative مع positive اللي هي زي هيك معناته 100% root contained، وإذا كان ثنتين similar sign one root is contained معناته مستحيل يكون في root، صح؟ 100% دكتور. بينما ها لو كان عندك two or more roots ممكن يكون positive و positive يعطيني root، في root، بس أنا شو افترضت قبل شوية؟ إنه أنا مفترض إنه في عندي بالانترفال هاي بين XL و XU we have only one root، we have only one root، وضح الأسامشن تبعنا ولا لا يا نشامة؟ بالتالي زميلكو بيسأل يا نشامة إنه لو كان عندي إيش؟ لو كان عندي فانكشن زي هيك ساينوسويدا، طب خذ هاي مثلا، لو كانت هاي اكس قيمة هون، هاي عبارة عن اكس يو هون ما يعادل هاي، اوكي نشامة، ولو انا اخذت هاي، هاي عبارة عن ايش؟ اكس ال، طب تعال عد معي هاو ماني روتس؟ تو روتس. بالتالي يا نشامة إذا طلع معاي، إذا طلع معاي كان في عندي multiple roots، وهذا الحكي أنا افترضناه إنه قلنا مش الأسامشن إنه one root ولا لا؟ قبل شوية مش حكينا one you have we have only one real root only؟ آه مزبوط دكتور. هاي وين راحت هيها؟ مش قلنا we are dealing بالأسامشنز إنه one real root لا كومبلكس بدي ولا مور ذان وان روت، وبالتالي يا نشامة هون احنا يا نشامة ايش؟ نتعامل مع اونلي وان ريال روت، بالحالة هاي يا نشامة إذا كان الثنتين سيم ساين يعني زي هاي الحالة اللي هون مع هون، هاو ماني روتس في عندي؟ هاي أول روت وهي وين؟ هاي الروت الثاني، معناته دائما بدي يكون عندي عدد الروتس ايفن، صح؟ even عددهن اكبر من واحد، صح؟ صح. واذا كان multiple roots وعباره عن الساين نيجاتيف معناته دائما بده يكون عندي odd number of roots يعني 1 3 5، وبالتالي هاي الحالات احنا مش قاعدين بنناقشها، احنا بنناقش انه بالانترفال اوف انترست اللي هي من هون لهون عندنا روت يتيم only one real root، complex ما نيجي دخل فيه multiple roots مش قاعد بغطيها، وضحت يا نشامة ولا لا؟ وضحت دكتور. أي سؤال يا نشامة خذ راحتك واسأل يا نشامة، أي سؤال تفضل، اللي عنده أي سؤال يستفسر.
أي سؤال يا هشام قبل ما أكمل؟ طيب خلينا أكمل يا هشام. هسه قلنا معناته البراكتنج روتس إلها دائما تشتغل على تو initial guesses أو تو guesses، وهذول الجيسز أو ال possible solutions they bracket أو contain الروتس. أوكي طيب كيف مبدأ عملها هيك بدون الماثماتكس away from mathematics؟ كيف مبدأ عمل البراكتنج ميثودز؟ البراكتنج ميثودز يعني شاما خلينا نعيد الرسمة ونكب سوري خلينا نعيد الرسمة. ونكبر. فرضا كان عندي هاي عبارة عن ايش؟ هذا عبارة عن الفانكشن تبعي. هاي اكس وهاي عبارة عن ايش؟ الاف اوف اكس. هسه يا نشامة الروت بالحالة هاي انا مفترض 1 ريال روت بالمنطقة اللي عندي ولا لا؟ مفترض 1. وين هو الروت تبعنا؟ هذا هو اللي بسميه اكس روت. هاي هي الروت اللي عندي صح؟ بالتالي فرضا يا نشامة انا بلشت باكس لور هون. معناته يا نشامة انزل. هل الاف اوف اكس لور هون؟ هاي اف لور. ولو انا اخذت هون عبارة عن اكس ابر. اطلع فوق. معناته وين؟ الاف ابر تقريبا هون صح. طيب تعال معي. هل الشرط تبعنا f of xl the f of xu satisfied؟ satisfied اللي هو less than zero. لازم يكون less than zero. شو معناته less than zero لغويا؟ معناته هل يعني في عندي sign change بين ال lower limit وال upper limit ولا لا؟ موجود. دكتور في يعني في عندي f of xl it has an opposite sign to f of xu. ممكن تكون هاي بوزيتيف وهاي نيجاتيف او العكس، ممكن تكون هاي نيجاتيف وهاي بوزيتيف صح. طيب انا رسم الرسمه هاي هيك راندوملي، يعني ممكن ارسم رسمي بالشقلوب. هل بصير؟ بصير، ولكن انا باخذها اون راندوم، بالتالي انا عندي احتمالين، يا اما فروم بوزيتيف تو نيجاتيف او فروم نيجاتيف تو بوزيتيف. وضحت يا نشامة ولا لا؟ طيب بنيجي يا نشامة بقول لك طريقة البراكتنج ميثودز. هل الانيشال جيسز هذول بفترضهم الانيشال جيسز اللي بلشت فيها XL و XU are they bracketing the root؟ هل الروت محتوى بينهم؟ نعم دكتور. ايوه بين المنطقة هاي زي ما حكينا والمنطقة هاي الروت is contained. بين هاي وهاي الروت هاي محاصرينه. طيب بقول لك طريقة البراكتنج ميثودز according to certain criterion divide this interval الانترفال الرئيسية into two sub intervals. قسمها لثنتين. هاي one interval صح اللي هي اسمها ايش؟ xl, xu interval. بقول لك قسم هاي الانترفال اللي بتحتوي الروت لتو سب انترفالز، قسمها لثنتين. بالتالي لو جينا اوكي نشامه حطينا نقطه وسطيه جديده هو مش وسطيه يعني نقطه وذن الانترفال هو بنيجي يا نشامه بعد ما نحدد النقطه هاي بنشوف قيمه الفانكشن عندها. هاي قيمه الفانكشن صح. هسا اذا نسينا هاي احنا ننسى عشان ما يصيرش فيكم خربطه. بدي افترض هاي اللي هي اكس روت اللي هي مش الاكتوال بس الابديتد فاليو اوف ذا روت اكس ار. هسا هنا شامل اكس ار قسمت لي
الانيشال انترفال لا توصف انترفالز ولا لا؟ وين هن التو سب انترفالز؟ هاي اول سب انترفال صح؟ وين السب انترفال الثانيه؟ عند الاكس لون اللي هي السب انترفال الثانيه اللي هي بنظننا مادين للاكس ال صح ولا لا؟ هذول هن هاي اول واحده وهاي الثانيه. هل انا الاكس ار تبعتي اللي within هاي بين الرينج الاكس ال والاكس يو هل قسمت لي الانترفال هاي لا تو سب انترفالز ولا لا؟ اول سب انترفال اللي هي اكس ار اكس يو صح، والانترفال الثانيه شو اسمها صح هيك ولا لا؟ اللي هي اكس ال واكس ار. ماشيين مع شباب ولا ضايعين؟ معك دكتور. طيب هسه يا نشامه باجي بطبق نفس المبدا على التو سب انترفلز اللي هي هاي زائد الانترفل اللي هي سمينا هاي اثنين بلاش نخربط، هاي الانترفل الثانيه وهاي الانترفل الاولى. وين الروت يا نشامه براكتد؟ الانترفل الاولى دكتور الثانيه قصدي. هل الانترفل الثانيه لاحظ الانترفل الثانيه الاكس ال لساتها نفسها بوزيتيف هاي هي بوزيتيف. عند الاكس ار شو قيمه الاف؟ نيجاتيف. معناته وين الروت؟ هل الروت هي محاصر لساته بالانترفل هاي ولا لا؟ صحيح. بينما الانترفل اللي على اليسار فيها روت؟ لا ما فيها. فرج عليها هاي من هون لهون. هل الروت موجود هون يا نشام؟ هو مش موجود مبين. اوكي بالتالي وين الروت موجود؟ بالانترفال هاي. بالتالي هاي اول ايتريشن لنا، احنا بلشنا بانيشال جيس اكس ال اكس يو. بعديها رحنا للانترفال الثانيه اللي هي وين الروت صار براكتنج؟ باكس ار مين؟ اكس يو. بعدين بصير هاي الانترفال تبعتي اللي هي اكس ار اكس يو الجديده هي الانترفال الجديده للنكست ايتريشن. معناته بسمي الاكس ار تبعتي اكس ال من جديد للايتريشن اللي بعديها. معناته هاي صار هاي اسمها ماي نيو اكس ال. وباجي برد اقسم الانترفال هاي اللي بتحتوي الروت لا تو سب انترفلز جداد. هاي اول سب انترفل اللي هي بين هون وهون، لاحظ قيمة الاف قديش بهاي هون، والسب انترفل الثاني وين؟ اللي هي بين هون وهون. معناته يا نشامة هاي اللي هي الانترفل، عشان ما اخربطكوش خلنا نقول هاي الثالثة وهاي الرابعة. الروت وين محتوى وين موجود؟ وين براكتد؟ الروت بالرابعة دكتور. ايوه الروت بالرابعة، وبالتالي بتظلنا ماشيين بنفس البروسيجر، وكل ما فينا هل قاعدين بنضيق الويد تبع الانترفال ولا لا يا نشامة؟ مظبوط دكتور. معناته we are narrowing the width of the interval أو sub interval، وبنظل subsequent narrowing بنظل نقسم فيها according to certain criteria. أوكي نشامة؟ ونصغر فيها، نقسم ونصغر ونقسم ونصغر، وبكل مرة بندور وين الروت bracketed. وين شو يعني وين الروت bracketed؟ يعني وين الكونديشن هذا بتحقق اللي اف اوف اكس ال في اف اوف اكس يو نيجاتيف، يعني في عندي ساين تشينج، وبالتالي بظني ماشي فيها. لو يجينا بدنا نمشي ايتريتيف ثالثه او ايتريشن ثالثه، ولو قلنا عباره عن ايش؟ حطيت هاي الروت الجديد معناته بطلع فوق. اوكي يا نشامه خلينا نختار الكلون عشان ما يصيروش عوم او هاي، حطينا روت جديد، بالتالي هون بدا تصير هاي سب انترفال جديده. وين السب انترفال الثانيه؟ هاي ولو سمينا هاي خمسه وهاي سته، وين الروت؟ سته. سته.
طيب ستة لو جينا قسمناها هاي، خلنا نلون لكم كمان عشان يصير كلرفل. أوكي نشامة، بالتالي جينا قسمناها يا نشامة، هاي عبارة عن انترفل وهاي انترفل أخرى، وقلنا هاي سبعة وهاي ثمانية، وين الروت؟ سبعة. سبعة. وضح المبدأ يا نشامة؟ معناته البراكتينج بتظلك عبارة عن إيش؟ بتظلك تحاصر بالروت وتصغر الانترفل، تصغر وتفرج وين هو، رد ركز على الانترفل هذيك، صغرها وتفرج، وبالتالي بتظل process of subsequent إيش؟ narrowing للانترفلز حتى تصل للكونفيرجنس كرايتيريا اللي بدك اياها. وضحت مبدا البراكتنج روت ميثود؟ وضحت يا نشامه؟ اي سؤال؟ اي سؤال يا نشامه؟ دكتور انا عندي سؤال. تفضل. هسه احنا هيك راح نضل نعمل البروسيس هاي كم مره يعني؟ مش قلت لك قبل شويه according to the termination condition. هسه جايينا هسه احنا بس هذا لسه ما وصلناهوش يعني، ولا بتشابتر 1 حكى عنه ولا في منه ناقشناه، موجود بتشابتر 1 الكونفيرجنس كونديشنز، موجود بتشابتر 1. عشان هيك انا شايف انا الاسبوع الماضي ما اعطيتكوش ولا محاضره على اساس تاخذوا نفس، بديش احشيكم بمعلومات وانتم لسه ما غطيتوا تشابتر 1. وبالتالي الاصل يا نشامه شدوا حيلكم خلال الاسبوع هذا عشان شغلتين، عشان تكونوا ماشيين معاي بالماده، والشغله الثانيه عشان بياض الوجه في الكويز المحتمل اللي يكون يوم الاثنين الجاي. تمام دكتور. تمام. والحد بالتالي هذا كله موجود بالتفصيل في تشابتر 1، بس هيو موجود عندي هون راح اناقشه هسه. طيب يا نشامه هاي الطريقه قلنا بركت ذا روت او كونتين ذا روت بتتطلب دائما تو جيسز. طيب هسه يا نشامه هاي الطريقه واللي درس منكم حدا درس بلش يطلع على تشابتر 1؟ حدا اطلع عليه؟ انا. طيب الصفحه الثانيه او الثالثه من تشابتر 1 كان فيها بعض الخصائص للنيوميريكال الجوريثمز، كاركترستكس تبعت النيوميريكال الجوريثم شو هن؟ اللي هي كونفرجنس سبيد والروبستنس والاكيرسي والبسيتي. مين اللي حكى؟ انا علي. علي اوكي عيد هن الثلاث، روبستنس والكونفرجنس سبيد والاكيرسي والبسيتي. ايوه لك علامه. وبالتالي يا نشامه قلنا هذول الثلاثه كونديشنز اي نيوميريكال الجوريثم اذا كان مثلا عندي، مش قلنا هون يا نشامه في عندي طرق مختلفه، في عندي طرق مختلفه لاي حل اي مشكله ماثيماتيكال بروبلم، في عندي مور ذان وان ميثود. هون في عندي براكيتنج ميثودز هيها، وهي البراكيتنج ميثودز راح نغطي فيها طريقتين، وفي عندي الاوبن ميثودز راح نغطي فيها ثلاث طرق، بالتالي انا عندي هون خمسه. معناته يا نشامه اذا ترك لك الخيار، اذا في عندك مور ذان وان ابروتش تو اتشيف ا سيرتن جول، هل بدك تصير تحط كرايتيريا حتى تختار ولا لا؟ واضح السؤال ولا لا؟ اذا عندك مور ذان وان تشويس تو اتشيف ا سيرتن جول، مش تشويس واحد، اذا تشويس واحد لك خيار. لا ما فيش خيار. لا بس اذا عباره عن مثلا انت خلصت التوجيهي وعباره عن طلع لك باربع جامعات الهاشميه والاردنيه ومثلا سميه والتكنولوجيا، مش بتصير تعمل ديسيجن ماتريكس تقول والله انا ساكن وين؟ المسافه قديش؟ سمعه الجامعه قديش؟ شو التخصص اللي طلع لي؟ يمكن مش نفس التخصص يطلع لك صح؟ بالتالي انت بتصير تحط اوبجكتيفز عندك وتختار بناء عليه اي جامعه بدك اياها صح؟ بالتالي هون نفس الحكي، احنا عندنا مور ذان 1 ميثود. طب حتى اختار برجع للثري كاركترستكس لاي نيوميريكال الجوريثم. في عندي هذا موجود بالشابتر 1 عشان هيك بقول كل حكوا حالكم، اللي هي اول خاصيه
اللي هي السبيد السرعة. الخاصية الثانية اللي هي الاكيوريسي درجة الدقة. والخاصية الثالثة اللي هي الروبستنس. هل هذا الالغوريثم بحل وايد سبيكترم اوف نيوميريكال بروبلمز ولا عبارة عن بحل لك فيري فيري تايني كاتيجوري اوف بروبلمز؟ بالتالي يا نشامة هذا عبارة عن اللي بدك تعرفه. بالتالي يا نشامة اذا بنرجع للثري كاركترستكس اللي حكينا عنها قبل شوي واللي زميلكو حكى عنها بيحكي لنا انه هون في البراكتنج ميثودز اوكي مش احنا دائما يا نشامة محاصرين الروت؟ شو رايك؟ دكتور صح هل الروت احتمال يفل؟ لا معناته هل هاي الطريقة always converge؟ شو يعني converge؟ يعني الحل جايك جايك. معناته هل الطريقة هاي بتعمل دائما convergence؟ نعم دكتور. بس شو المشكلة اللي فيها؟ انها one roots دكتور. لا مش لا كل الميثودز راح نناقشهم راح يكون under this assumption. المشكلة تبعتها انه convergence speed هاي speed شايفين انا محل ما باشر لكم يا نشامة؟ دكتور السبيد تبعتنا very slow. يعني هذا الكونفيرجنس 100% دائما بيعمل لك كونفيرجنس بس السبيد اوف كونفيرجنس very slow. دكتور يعني قصد انه بدنا نعيد الخطوة كثير صح ولا لا؟ لا يعني يعني يوم تيجي عبارة عن حتى تصل للروت فرضا انا قلت بدي اكيوريسي الاكيوريسي تبعت تكون 10 to the power minus 6 عن الاكتوال روت. دكتور ما في صوت. في صوت؟ في صوت لا في صوت دكتور شغال. انقطع يعني لوهله ولا شو؟ لا ما انقطع عندي. لا منيح الصوت. اللي حكيت ما في صوت لا يكون عندك مشكله. هلو شباب شباب دكتور معك سامعينك في مشكله بالصوت؟ لا ما في مشكله. طيب لا شغال اوكي نشامة معناته قطعت عبر افكاري وين كنا؟ الاكيورسي 10 ضرب اوكي لو قلنا بدنا اكيورسي 10 تو ذا باور ماينس 6 يعني يكون فيري كلوز للروت معناته ممكن نشامة اذا بستخدم البراكتنج ميثودز يمكن ياخذ 10,000 iterations. وبالتالي كل ما زاد عدد ال iterations مش قلنا قبل شوي في عندي i وبظل نعيد وزيد فيها i plus 1 i plus 1 يمكن يأخذ ال i تبعه تصير 10,000 وبالتالي بصير هاي مشكلة ال bracketing methods إنه convergence very slow. أوكي يا نشامة طيب نروح للكاتيجوري الثانية. الكاتيجوري الثانية open methods ومن اسمها open methods معناتها يا نشامة it's one sided يعني في منها من الثلاث methods اللي حكيت أنا في ال table of contents في عندك ال fixed point method هاي بتحتاج one initial guess ونيوتن رافسون ميثود تحتاج one initial guess السيكنت ميثود تحتاج two initial guesses بس حتى لو احتاجت two initial guesses الميثود هاي مش شرط ان يكون in the R bracketing يعني ممكن يكون اثنين على يمين الروت او اثنين على يسار الروت وضحت؟ بالتالي نشامل open methods زي ما هم مبين عندك هون don't require انه الجيسز براكت ذا روت ما في داعي انه حكون محاصر الروت يعني بكون على جهة من اليمين او من اليسار او يمين ويسار بس مش شرط المثل حتى تشتغل يعني بالصدفة بتكون يمين ويسار لو كان من ثنتين على اليمين او ثنتين على اليسار زي ما هو في السيكنت ميثود تعطيك برضو كونفيرجنس اوكي نشامة هذول الميثودز الاوبن ميثودز راح نشوف ان شاء الله بعد ثلاث اربع محاضرات مش داري قديش هذول عبارة عن they are fast methods على عكس مين
البراكتنج ميثود. البراكتنج ميثودز اللي قلنا سلو. بالتالي لاحظ عندي براكتنج they are slow. الاوبن ميثودز جنرالي they are fast. اللي هي computationally efficient. اوكي ذان البراكتنج. بس شو المشكلة؟ accuracy. لا don't always أنا معلم عليها don't always convert. أيوة يعني مش دائما بعمل لي convergence. شو حكينا عن البراكتنج ميثودز قبل شوي؟ always converge. هاي معلم عليها always converge. هاي أنا شامة البراكتنج ميثودز always converge. يعني ما عندك مشكلة بأنك تصل للحل. بينما البراكتنج ميثودز عبارة عن سريعات بس احتمال إنه إيش احتمال ما يعطنك حل. احتمال عبارة عن أنت يكون بدك الحل هون يطيرن وما عمرهن يعطنك حل. وبالتالي أنا شامة عشان هيك في الشابتر 1 بالصفحة الثانية والثالثة بناء على 3 characteristics تبعات أي numerical algorithm ما بتلاقي 3 characteristics عادة موجودات بأي numerical algorithm. شهن 3 مرة ثانية اللي هن accuracy convergence speed و robustness. هذولا نادر جدا 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 انك تلاقيهن باي نيوميريكال الجوريثم. ممكن واحد يكون اكيوريت بات سلو. ممكن يكون عباره عن فاست روبست بات نوت اكيوريت. اما الثلاثه يجتمعن اكيوريسي روبستنس وايش وسبيد ان يجتمعن باي نيوميريكال الجوريثم عاده هاي حالات نادره جدا. اوكي نشامه. وبالتالي نشامه هذول هن الحسنات والسيئات للتو كاتيجوريز اوف ميثودز اللي هي البراكتنج ميثودز والاوبن ميثودز. اي سؤال لغايه الان؟ اي سؤال لغايه الان يا نشام؟ في اسئله؟ اوكي. هسه قبل شوي احنا في الفلو تشارت يا نشام مش قلنا بنظن نعيد ونزيد حتى نوصل لكونفيرجنس كونديشن او تيرمينيشن كونديشن؟ صح صح دكتور. ايوه هذا الحكي موجود في تشابتر 1 بس اجينا عدناه على اساس اللي عباره عن الميموري تبعته فولاتايل ميموري. اوكي نشامه الرد نعيد له يعني هون بحيث انه يتذكر. بقول لك نشامه يوم تصل كل ما تعمل ابديت للروت فاليو مع كل ايتريشن لابد ما ان يكون في عندك certain termination condition is applied. والtermination conditions هذول في حالتنا في الشابتر الحالي واحد من الأربعة هذول. طبعا هذا كلياته اللي هو هون وهون هذا كلياته التعريفات هاي وين؟ بالشابتر 1. ارجعوا لحقوا حالكم. هذا إبسلون تي وإبسلون إيه كله مغطى في تشابتر 1. أوكي نشامة. هسه نشامة أول termination condition بقول لك اللي هو true إبسلون تي stands for true relative error اللي هي true value minus الريزلتس تبعات الألغوريثم at iteration i plus 1 divided by the true value. وبنحكي عن بيرسنتج. اوكي معناته بنضربها بالمية بالمية لازم تكون اقل من سيرتن ثريشولد. هاي شو اسمها ابسلون تي. شو المقصود بالابسلون تي اللي هي الترو راح صوت الدكتور.
كأنه علق. علق. شباب معك دكتور. الظاهر صار عندي disconnection، الراوتر اللي عندي فصل عن الكهرباء وهسه رجعته. اوكي المنسق. دكتور معك. اوكي الظاهر التسجيل بلش من جديد. بنهاية المحاضرة يوم وقف التسجيل تعمل ميرجينج للتسجيل البارت الاولاني والبارت الثاني وبترفعهن للنشامة. ماشي ان شاء الله. يعني تعملهن دمج بتسجيل واحد، واذا في اي شيء نتيجه الديسكونكشن طلع بدون ما يكون في شرح لي بتقصه، يعني كان اخر 5 ثواني ولا 10 ثواني من التسجيل الاول. واضح؟ تمام. طيب يا نشامة اللهم صل على سيدنا محمد. خلينا نشوف وين كنا. اوكي ان شاء الله انا وقفت انه هذا الترو بيرسنتج ريليتيف ايرور بتطلب انه اكس تي تكون موجوده. شو الاكس تي دكتور؟ بس لو تعمل شير للسكرين. تعمل شير. دقيقه شوي. واضحه هيك شباب معاي؟ دكتور تمام. اوكي بالتالي هاي الترو بيرسنتج ريليتيف ايرور لاحظوا بالفورم تبعها او بالكالكوليشن بالاكويشن تبعتها تتطلب انه اكس تي تكون موجوده. شو الاكس تي؟ الترو ايرور او سوري الترو فاليو. معناته يا نشامه هاي من البريكويزيتس تبعتها حتى احسب الابسلون تي لازم تكون الترو فاليو اوف ذا روت معروفه. طيب فرضا الترو فاليو مش معروفه، معناته كان اي يوز ذيس اكويشن؟ لا لا لا. معناته يا نشامه اذا ما ترو فاليو مش موجوده this cannot be used وما لي حل الا الفورم الثاني. الفورم الثاني يا نشامه بقول لك epsilon a T stands for true وال a stands for approximate وكل هذا الحكي موجود بالشابتر 1 بس عشان تلحقوا تقروا الماده. اوكي انا قاعد بوضح الحكي هذا. Epsilon A اللي هي relative percentage approximate error. A stands for approximate. وعبارة عن إيش؟ الريزلتس تبعت الروت في الكرنت iteration اللي هي I plus 1 minus الريزلت تبعت الروت في البريفيوس iteration I اللي هو الفرق بين الكرنت والبريفيوس divided by الروت فاليو بيست اون ذا كرنت وبرضه بنحوله لبرسنتج ولا ننسى انه بناخذ الابسوليوت فاليو بالحالتين. شنو ما بهمني الساين وهذا الحكي لازم يكون اقل من ابسلون 2 وابسلون 1 وابسلون 2 هي عباره عن ثريشولدز احنا بنحددها بناء على الاكيوريسي اللي بدنا اياها. يعني مثلا بعض التصاميم ممكن تكون 10 to the power minus 3 بعض certain problems ممكن تكون 10 to the power minus 3 بعض حالات التصميم الدقيق جدا يمكن يكون هاي الابسلون 10 to the power minus 18. مين بيحددها؟ بيحددها الابليكيشن تبعك. اوكي نشامة بالتالي هاي اول حالة تتطلب XT اللي هي true value ان تكون موجودة. موجودة ما عندي مشكلة بحسبها. الحالة الثانية ما بتطلب الترو. أي iterative process بقدر أطبق الكرنت minus the previous على الكرنت وأحسب الإبسلون A وبعطيها certain threshold اللي هي برضو ممكن يكون 10 to the power minus 4 5 أي رقم بدك إياه. طيب الحالة الثالثة
هاي في chapter 1 اسمها problem specific condition termination condition. هسه يا شامة مش احنا قاعدين بنحكي عن root finding algorithm اللي هو f of x is equal to 0 صح؟ طيب عند true value of root انا مش قيمة ال f of x يساوي 0 فاصل. طيب معناته يا شامة كل ما قربت بالأثناء الايتريشن كل ما كانت قيمة الاف عند الروت فاليو في الاي بلس 1 كابسوليوت فاليو قريبة للصفر معناته هل انا بالنيبرهود تبع الروت وبالتالي هاي هي عبارة عن الثيرد تيرمينيشن كونديشن هاي عبارة عن الثيرد تيرمينيشن كونديشن وهذول الثلاثة يا نشامة أول ثلاثة واحد اثنين ثلاثة مش راضي يأخذها لي أول والثاني والثالث هذول هذول عادة زي ما هو موجود معك بتشابتر 1 بنسميهن convergence condition يعني إذا تحقق أي واحد منهن معناته أنت وصلت للروت بس إحنا قبل شوية حكينا إنه بعض الميثودز شو مالها don't always converge يعني شو يعني ممكن عكس الكونفيرجنس شيء اسمه دايفيرجنس يعني ممكن ما تعطيك حل طيب اذا انت برمجت سيرتن بروبلم على الكمبيوتر ودخلت هذول الثلاثه وكان عندك الالجوريثم اتس نوت كونفيرجنس معناته هل راح تدخل بانفينيت لوب هضلت انت معي شباب ولا لا اذا كان عندك الجوريثم وانا برمج سيرتن بروبلم عليه بدي احلها اوكي وكان هذاك الالجوريثم عند الانيشال جيسز اللي انا حطيتهم دايفيرجنس يعني مش راح عمره يصل معناته هل الكمبيوتر تبعك اذا استخدام الاولانيه والثانيه او الثالثه راح عباره عن يظل بانفينيت لوب ولا لا معناته مش راح تتحقق ولا واحده من الثلاثه عشان هيك احنا دائما يا نشامة يوم بدك تبرمج بتحط عندك باك اب في حاله الدايفيرجنس شو الباك اب في حاله الدايفيرجنس انه اذا وصل عدد الايتريشنز مش احنا قلنا بالايتريتيف بروسيس دائما بنهايه كل ايتريشن بنقول i is equal to i plus 1 معناته بتحدد شيء اسمه الماكسيمم ايتريشن نمبر اللي هي i max انت بتحددها بتقول انا للالجوريثم هذا بدي اصبر عليه 10 to the power ما 10 to the power 6 iterations مثلا او لالجوريثم ثاني ممكن تقول انا بدي اصبر عليه 100 iterations اوكي وبالتالي بتحدد الماكسيمم نمبر اوف iterations اللي اذا ما طلع الالجوريثم عمل اكزيت يا اما بناء على هاي اول او الثاني او الثالث معناته بتقول له اطلع من هون من الحاله الرابعه واعتبر الحل عباره عن مش كونفيرجنس اعتبره دايفيرجنس واضحين هذول الكونديشنز يا نشامة ولا لا اي سؤال عليهم اي سؤال على الكونديشنز هذول يا نشامة اي سؤال يا شباب بالتالي بالكونديشنز أنا لابد ما أكون مقسمهن لنوعين إشي في حال الكونفيرجنس وإشي في حال إيش؟ الدايفيرجنس بالتالي أنا لازم أخذ كل السيناريوز بعين الاعتبار إذا عمل كونفيرجنس الالجوريثم يكون في عندي مستويات بناء على الريكويرد أكيوريسي هون الريكويرد أكيوريسي أوكي نشامة سواء بناء على الترو فاليو أو الابروكسيميت فاليو أو f of x اللي هي الحالة الثالثة هذول كلهن convergence والإبسلون تبعتك هي بتحدد الأكيوريسي ليفل اللي بدك إياه كل ما قل الإبسلون معناته you are going for high accuracy ولا لا؟ صح كل ما قلت الإبسلون يعني 10 to the power minus 6 و 10 to the power minus 12 مين راح يعطيك accuracy أحسن؟ مانا
ماينس 12 ماينس 12. وبالتالي هون مين يا نشامة اللي بيحدد الأرقام؟ اللي بيحددها أنت كنيوميريكال أناليست، والمشكلة اللي قاعد بتحبها بتحلها سوري، والفيلد اللي قاعد تشتغل منه والأبليكيشن. إذا كان هاي accuracy very high accuracy is required بدك تحط الإبسلون very very small، وإذا كان moderate بتحطه نص نص، وإذا كان بس بدك تعرف الرينج few digits عن الحل معناته بتحطه 10 to the power minus 3 وبكون وضعك تمام. هذول الثلاث الأولانيات هن عبارة في حالة الكونفيرجنس، هاي كونفيرجنس وهاي كونفيرجنس وهاي كونفيرجنس، بينما آخر واحدة بتكون حاط احتياط للسكند كاتيجوري اللي حكيته اللي هو في حالة الدايفيرجنس، كونفيرجنس ودايفيرجنس. إذا الألغوريثم تبعك ما وصل للحل معناته you should eliminate the chances of going in an infinite loop، وبالتالي لازم تقول للكمبيوتر خلص غسل ايديك اطلع من هاللوب. ما عباره عن راح، عباره عن تجيب ايش؟ تجيب الاكيورسي اللي بدي اياها، او بالنسبه الي ممكن انت ما راح توصل لمنطقه الحل. وضحتني شامة ولا لا؟ اي سؤال علي ناقشناه لغايه الان؟ تفضل يا سعد. هسه احنا حكينا الشروط هاي ممكن تكون تعطيها كونفيرج يا دايفيرج صح ولا لا؟ مظبوط، بتغطي الحالتين. اوكي، هسه انا مثلا لو لقيته دايفيرج مو بدي احول على البراكتنج ميثود ولا ما لوش دخل هالحكايات كلها؟ كيف؟ لو لقيت الشروط هاي دايفيرج، دايفيرج لمين؟ مش عارف يعني دايفيرج انه مش ما طلعليش كونفيرج. عسيرت ان النيوميريكال الجوريثم. هسه بحول على البراكتنج ميثود بما انها دائما بتعطي كونفيرج ولا ما له دخل هالحكايات. هسه ما هو بقول لك هون ركز معي، انت عباره عن يمكن حتى البراكتنج ميثودز اوكي اذا بتحدد عباره عن التايم او الايتريشن ماكس، عباره عن قلنا البراكتنج ميثودز عباره عن ايش؟ بتاخذ وقت طويل. بس اولويز كونفيرج. اولويز كونفيرج. بالتالي اذا بدك عباره عن تستخدم البراكتنج بدك تطور روحك وين؟ على الاي ماكس. بدك تخلي الاي ماكس مد وفلح. اوكي وضحت. بس هاي مش قلنا قبل شوي كونفيرج معناته البراكتنج بنطبق عليه واحده من الثلاث شروط الاولانيات، هاي الشرط عاده في حاله الدايفيرج. في حاله الدايفيرجنس قلنا قبل شوي، هذا في حاله يغطي لك الدايفيرجنس انه ما توصلت للحل. وضحت. وبالتالي نشامة انت هون باي عملية برمجة للالغوريثمز اوكي لازم تغطي الاربعة، لكل الالغوريثم بتبرمجه لازم تغطي الاربع حالات ايبسلون تي ايبسلون اي والاف ومين والاي ماكس. ليش؟ عشان النشامة انت بتبرمج بشكل عام وبتختار الطريقة، انا بدي اياها براكتنج ولا اوبن، وضمن البراكتنج بدي اياها التو ميثودز تبعات البراكتنج بلاش نحكي اسماء بعدين نجيهن، او الثري ميثودز تبعات مين؟ تبعات الاوبن ميثودز. وبالتالي حتى تكون بالسليم انت بتبرمج كل شيء على الجي او اي جرافيكال يوزر انترفيس، وبتخلي اليوزر انا عبارة عن أختار تشيك بوكس أقول أنا بديها إبسلون تي ولا إبسلون اي ولا عبارة عن أف ولا الآي ماكس أوكي، أو أقول له أول كلهن. فبالتالي أنت حتى تكون بالسيف سايد برمجيا لازم تبرمج كل إشي، أما مش تبرمج على أساس إبسلون سوري إبسلون تي وبعدين يكون عندك الترو سوليوشن مش موجود، شو بده يصير فيه؟ إذا عبارة عن برمجة الألغوريثم برمجياً بحكي ماتلاب بروغرامينج على أساس إبسلون تي بس لحالها، وأنا أعطيتك حالة أنا مش عارف الإكزاكت سوليوشن تبعها، معناته هل الألغوريثم تبعك راح يشتغل؟ لا ما راح يشتغل. وبالتالي نشامة دائماً في البرمجة اللي بده يشتغل برمجة صح لازم يأخذ بعين الاعتبارات كل السيناريوهات،
ولا يترك ولا سيناريو إلا غير يغطي، وكله لازم يكون يوزر فريندلي، يترك لليوزر يختار شو الابروتش، شو السيناريو اللي بدي اياه، يعني يدلل اليوزر. وضحت يا شامة؟ اي سؤال؟ اي سؤال يا شباب؟ طيب هسا خلينا ننتقل للبراكتنج ميثودز على السريع. اوكي يا شامة، البراكتنج ميثودز على اللي هي زي ما حكينا اللي هي بتستخدم التو انيشال جيسز، والبراكتنج ميثودز تتالف من خطوتين اللي هي بنحدد انيشال انترفال اللي فيها ساين تشينج، وبعدين بنقسم الانترفال هاي لتو سب انترفالز، وبعدين نعمل سيرشنج وذين السب انترفال ذات كونتين الساين تشينج زي ما شرحنا قبل شوي، وبنضلنا نعيد بالخطوات الثانيه والثالثه اللي هي سيرشنج وديفايدنج، سيرشنج وديفايدنج حتى اوصل للترمينيشن كونديشن اللي حكينا عنه قبل شوي، واحد من الاربعه. وضحت يا شامة؟ طيب اول طريقه في البراكتنج ميثودز اللي هي الباي سكشن. اوكي يا شامة، بالتالي الباي سكشن هي عند الفانكشن هذا اللي قلنا لازم نعمله كتابه هيك، وعندي انترفال هاي معطاه حيث انه ايش؟ حيث انه يكون فيها ساين تشينج اللي اف اوف اكس ال في اف اوف اكس يو ليس ذان زيرو. اوكي يا نشامه، وبالتالي يا نشامه اذا تحقق الشرط هذا معناته بقول لك there is at least one real root او always odd number of real roots وين؟ بالانترفال اكس ال واكس يو، واحنا هون دائما بندور على one real root، بس اذا تحقق هذا ممكن يكون واحد ثلاثه، بس احنا دائما بندور على واحد. طيب الباي سكشن مبدا عملها سهل ضمن الالجوريثم او ضمن الطرق البركتنج اللي شرحتها قبل شوي، بقول لك الاكس ار تبعتك اللي هي الابديتد فاليو اوف ذا روت شو هي؟ هيها هي عباره عن نقطه الوسط بين مين ومين؟ اكس ابر واكس الابر اكس يو وبين اكس ال، معناته بتجمع اكس ال بلس اكس يو ديفايدد باي 2 يعني بالنص، هي عندك اكس ال وهي اكس يو، تختار اكس ار النقطة اللي بتقسم فيها الانترفلز بالنص، معناته بناء على الحكي هذا هل التو ريزلتنج سب انترفلز زي ار اوف ايكوال ويدث يس اور نو؟ يس يس، معناته التو سب انترفلز في البراكتنج كونك اخذت نقطة الاكس ار بالنص، معناته الانترفل على يمينك والانترفل على يسارك they have equal width 100% ولا لا؟ أكيد. أيوة، وبالتالي هاي أول approach اللي هو نشامة، بنبلش بالinitial guess تبعتنا اللي فيها sign change، وبعدين بنحسب الميد بوينت XR، اسمها الميد بوينت هو عن طريق الفورمولا هاي XR is equal to XL plus XU divided by 2. دكتور راح أسأل مقاطعة، تفضل سأضل خمس دقائق ماشي. وبعدين بنحسب قيمة مين؟ قيمة الفانكشن عند الاكس ار. اوكي، وبعدين بنطبق مبدا الساين تشينج على مين؟ على السب انترفلز اللي عندي، بناخذ يا اما الرايت سب انترفل او الليفت سب انترفل. لاحظ عندي هون بقول لك اذا كان اف اوف اكس ار اللي هي نقطة الوسط مع اف اوف اكس يو اكس ال سوري، معناته يعني انا شغال بين النص واليسار اقل من صفر، معناته هل الروت كونتيند وذين ذيس انترفال ولا لا؟ يس yes, بالحاله هاي معناته اكس ار للنكست ايتريشن هل هي بتصير اكس يو؟ طب اذا ما تحقق الشرط هذا معناته وين الروت؟ بالانترفل الثانية. بالانترفل الثانية، طب إذا كان الروت بالانترفل الثانية، معناته هل للانترفل الثانية الإكس لور تبعتها للنكست ايتريشن راح تكون نفسها الإكس آر؟ نعم. وضعت يا شامة؟ طيب، هذا الكونديشن ممكن نطبق هذا الكونديشن اللي هو نفسه هذا الكونديشنز بس
عمين قاعد بطبقه أنا على اللف سب انترفل ولا على الرايت؟ هذا طبقت الكونديشن هذا وين؟ على اللف. طب بقدر أطبقه على الرايت؟ أنا بالرايت عندي الانترفل بين إكس يو بين إكس آر وإكس يو صح؟ صح. باجي بضرب الأفس ببعض، إذا كان نيجاتيف معناته وين الروت؟ على الرايت سب انترفل صح؟ طيب معناته بالحالة هاي هل XR اللي حسبتها هي نفسها XL؟ بدي أعملها replacement بدي أسير الرايت هاي اللور ليمت تبعتها هي نفسها XR للنكست iteration صح؟ صح. طيب إذا ما تحقق هذا الكونديشن معناته وين الروت؟ بالانترفل الثانية الروت على اللفت سب انترفل صح؟ وبالتالي بتصير الابر ليميت تبع اللفت سب انترفل اللي هي تساوي اكس ار، وبنضلنا نعيد ونزيد في ستيبس من 2 ل 4، 2 اللي بنحسب اكس ار وبعدين بنحسب اف اوف اكس ار وبعدين بنطبق واحد من هذول. دير بالك انت بتطبق في الالجوريثم واحد من هذول مش الاثنين، شنو هذا 100% اكويفالنت لهذا، انت بتطبق يا هذا يا الاولاني يا الثاني بس وليس كلاهما. واضح يا هشام؟ اي سؤال لغايه الان وبنهي المحاضره؟ اي سؤال؟ طيب منسق اتذكر انه المحاضره الجاي وين وقفنا؟ عند الاكزامبل هذا، بتذكرني وين وقفنا؟ اوكي يا هشام؟ ان شاء الله. اوكي، وكاهنت بالنسبه لكم برجع وباكد عليكم study chapter 1 as soon as possible. وضحت؟ اوكي خلينا نوقف التسجيل هنا شامة. لا تنسى يا منسق تجمع الجزء الاول من المحاضره اللي انقطع مع الجزء الثاني.